النخلين أقربين ذبحهما بيده وسمى وكبر. لهذا يشرع للمسلمين في هذا اليوم العظيم نحر الأضاحي بعد هذه الصلاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما تبدأ أو تبدأ به يومنا هذا ثم نرجع فنسحر من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو فيما نفعل ونفعل. أيها المسلمون، إننا في يوم عيد عظيم ختم الله به أيام المعلومات وتوج به ليالي المباركات، إنه أفضل الأيام عند الله وأعظمها، إنه يوم الحج الأكبر، إنه يوم النحر. تبدوه أيام ثلاثة هي أيام التشريق، حرم الله صومها وجعلها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرض. وهذا اليوم والأيام التي تليه أيام ذبح الأضاحي. فعن البراء رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كنا في الأيام العشرين من الحجة أن نوفق بعد